شفت قامتي قلت لك انا عم بضهر مع وحده نهار دفن الماما انا رايح ادفن امي وهو راح يضهر مع وحده مدري وين روقي حبيبتي روقي هو اكيد عم يعمل ردة فعل عم بجرب يطلع منك مثل ما انت طلبتي مش عم صدق مش عم صدق هيك طلع منه لفارس مش عم صدق إذا عن جد أنت بدك تطلعي منه وما بقى بدك إياه لازم هيدي الخبرية تساعدك أنك تخلصي منه بسرعة. خلاص يا اسماء ما وقت تفكري بمبارح، فكري ببكره وبس. مش عم فكر بمبارح ولا عم فكر ببكره. عم فكر بهلا. هلا هو وياها يا حنبي محل لحالهم. (تصفيق)